Okay, hello. So let's start this. Today I have the pleasure in أنا أكون live on Film My Designs account. Thank you very much, guys, for this opportunity. We're very, very excited, and we were very, very excited when we got the request. We believe in the audience of Film My Design are people who we are interested in as well. مش بس كcustomers for our brand, بس for people who you want to make a conversation with. الناس اللي احنا عايزين احنا يبقى في بيننا وبينهم, اذا كان collaborations, اذا كان شغل في نورديكا, اذا كان في ان هما يبقوا friends of our brand and ourselves. Film My Design is a very, very good place. Throughout the talk, I'll tell you why Film My Design especially is a very good place, يعني combining design and film at the same time. So I'll start by introducing myself. أنا كريم هشام. I'm a graduate of product design from GUC Applied Arts and Sciences. تخرجت 2015. في وسط في بدايات الجامعة كده كنت جبت كده كاميرا صغيرة وابتديت إن أنا ألعب بيها وجربت إن أنا أشوف كده. والله موضوع فوتوغرافي ساعتها كان لسه هايب وكان لسه حوار جديد, فجبت كاميرا وابتديت أصور بيها صحابي وحاجات وبتاع و it took off كده somehow. فاللي حصل ساعتها إنه ده أدى في الآخر إن أنا with some of my friends who are very close to me and my friends at the moment ابتدينا حاجة اسمها drop studios, which was revolving mainly around photography, events photography وstudio photography, fashion photography, editorials, حاجات كتير قوي. فكان ليا كده زي رجل في مجال الميديا, بس في الجامعة كنت I was studying product design. و throughout كنت الجامعة, الجامعة في جيسي كان بتدينا مساحة حلوة قوي ان احنا نستكشف حاجات كتير, مش بس اذا كان product design وكده, كان في استكشافات لذيذة جدا جوه graphics و branding و media و تصوير و ازاي الواحد يديزاين a piece of something whatever it was. فاداني كده باك جراوند لذيذ جدا في التحرك عامة. وبعدين drop studios was a step. وبعدين الستيب اللي بعديها كنا كانت بعد التخرج I joined كده لسنة مكان اسمه عمرو سعد. عمرو سعد is an eyewear and jewelry designer who does eyewear من silver و gold. فكان الموضوع interesting جدا. قعدت معاه سنة بنشتغل, اشتغلنا على collection that is actually online that you can check على الويب سايت بتاعه في الجولري pieces, من مش كل pieces. وبعدين I got the offer from excuse my content whose founders are عمر حريز ومصطفى شرارة, very 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 dear friends of mine. وابتديت مع excuse my content مش هقول من day one, بس من بدري قوي, وده دخلني عالم الادفرتايزنج بشكل قوي. وللأسف كان ساعتها لسه product design لسه ما ظهرش معايا في الموضوع, هل أنا هبقى product designer ولا لأ, هعمل إيه, دي ما كانتش واضحة. بس كنت بحاول أنا استكشف حاجات as much as possible. فال advertising والميديا كان سكة واضحة قوي, أو كان سكة بالنسبة لي مفهومة أكتر لأن أنا كنت فيها بقالي شوية. وابتديت مع excuse my content, عملنا حاجات يعني أنا استفدت وكان عندي experience ضخم تقريبا, يعني I'll say 80% of my career experience جاي من excuse my content and how it went through بقى من project to project و clients, وزي تتعامل وتهندل وتقفل البروجكت وتوصله وحاجات كده. بالذات ما أنا كنت included في production, أنا I handle the production at excuse my content currently. فده كان ده كان ايه ده كان اول 2017, فاحنا بقى لنا 3 سنين دلوقتي. بس ومن فتره كده ارسم من سنه ونص تقريبا وقع قدامي فيرنيتشر ديزاين دبلومه في كيمت ارت مع انستراكتور الصراحه عظيم اسمه هشام العسوي, هو دان اكشلي توك على فيلم ماي ديزاين من فتره. فتح لي دماغي جدا. انا كنت داخل for the sake of ان انا تعالى نستكشف وتعالى نشوف الموضوع فيه ايه وممكن نعمل بيه ايه اكتر, ممكن يبقى فيه حاجات لذيذة نبتدي نصحي موضوع product design ده شوية. فدخلت في موضوع الكورس ده او furniture design diploma, واكتشفت حاجات كتير قوي من هشام العيسوي الصراحة. يعني هو
فتح لي دماغي جدا على الافق الكتيره والكبيره اللي موجوده في فرنتشر ديزاين، لانه انا اصلا في الجامعه وانا حتى في برودكت ديزاين اي هيتد فرنتشر، يعني انا كنت بكره فرنتشر جدا لسبب انه كان زي مرغم علينا كده، يعني اللي هو ايه اي حد يتكلم معايا في ان انا برودكت ديزاينر يقول لي والله يا هتشتغل فرنتشر في مصر، هتشتغل فرنتشر لو مش هتسافر هتشتغل فرنتشر، فكرهت فرنتشر. يعني حسيت اللي هو طب لا، طب انا مش هشتغل فرنتشر، هشتغل في حاجه تانية. طبعا ساعتها الموضوع كان طفولي شويه او كان عند شويه، بس يعني الموضوع كان اوفر شويه الصراحه برضو، يعني موضوع اللي هو انت هتبقى فرنتشر ديزاينر، لان احنا هنا فرنتشر ديزاين عامه يعني اوت اوف اول برودكت ديزاين فيلدز هو اللي متقدم شويه، في ناس كتير بتشتغل وهكذا. فايوز تو هيت فرنتشر ديزاين لغايه لما وقع قدامي الدبلومه دي وقلت والله طب يعني واي نوت، يعني تعال نجرب. فدخلت وشفت بقى the amount of innovation included في furniture design، قد ايه الموضوع واسع وقد ايه الموضوع فيه كم من الحاجات that you can do، وقد ايه احنا في مصر هنا عندنا market gaps كتير قوي، market فيه يعني كمية حاجات مش موجودة، styles وافكار واشكال والوان مش موجودة هنا. فلما دخلت الكورس عرفت حاجات كتير قوي من الموضوع ده، وخرجت منه قلت طيب انا هبتدي ان انا اعمل فرنتشر، مش حاجه هعمل كده ديزاين ا بيس اور تو وهعملهم وايل بوت ذم اونلاين والله وهشوف، يعني انا مفيش حاجه يعني ايه مش متوقع حاجه كبيره، اتس ا سايد هاسل والموضوع هيبقى بسيط وما فيهوش حاجه. بس از اي وانت انتو الموضوع لقيت كمية حاجات ظريفة جدا، كمية حاجات interesting، لقيت ان في جزء كبير قوي هنا that we مش هقوله يلاك، بس يعني ناس كتير قوي بتتغاضى عنه which is the presentation، ازاي you present your work، ازاي انت بتقدم الحاجات اللي انت عملتها للناس او الاودينس بتاعك. فدي الصراحة كانت من الحاجات اللي انا قلت طيب انا لو هعمل الحوار ده I need to present it as best as possible بالطريقة اللي أنا شايف إنه it should be the standard of how you present products أو furniture بالذات يعني to a market like Egypt. بس ومن هنا طيب تعالى نقرر هنرسم إيه، هنرسم إزاي، ابتديت أخش research الموضوع، أقرأ كتير إيه اللي بيحصل interior design و furniture وإزاي هما الاثنين مع بعض بيعملوا إيه وهكذا. ومن الحاجات اللي لفت انتباهي جدا واللي عجبتني جدا ولقيت نفسي انا شخصيتي انا منسجم معاها جدا كانت الاسكندنافيان فرنتشر او النورديك ستايل. وبعدين كنت بعمل زي كده استوديو صغير هو المكان اللي انا فيه دلوقتي، وجبت المكان وخلاص عايز اقعد فيه، ده المكان بقى اللي هشتغل فيه وده المكان اللي هنفذ فيه حاجتي كلها وده المكان اللي هيبقى المقر للموضوع كله، وعايز افرشه يعني عايز اجيب له عفش، انا لسه برسم ولسه ما اعرفش هعمل ازاي وبتاع. فانا قلت طيب لا انا محتاج اخد الموضوع بالراحه وانا افرنش المكان من حته تانية. ف I started looking، طب انا بدور على الحاجات دي اسكندنافيان ستايل، ما لقيتش اي حاجه خالص، مفيش اي حاجه في الماركت غير ايكيا، وايكيا از فيري فيري ليميتد ان ذا كولكشنز بعد كل الصرح العظيم ده طبعا، بس يعني اوت اوف اول ذا برودكتس دي هاف كانت قليله جدا، وما لقيتش في اي حته تانية او حتى حته that you would go to for this specific style. فاللي قررت ان انا هعمله طيب انا حلو قوي it looks like a gap for me، تعالى نعمل business model ونشوف الدنيا فيها ايه وازاي في مين تاني في الماركت بيقدموا الحاجات دي طيب في وسط الكولكشنز بتاعتهم ولا لا مش عارف ايه. فدخلت كده بصيت في الموضوع، قعدت اسال شويه قعدت الف شويه ولقيت ان sounds like a good idea، يعني تعال نجرب وتعال نعمل البرودكتس وتعال نشوف كده هتطلع لنا ايه. بس فحصل ورسمت اول كولكشن واستشرت كذا حد فيه، وخدته طبعا على اول تجربه في البرودكشن، وكانت طبعا تجربه مش سهله، يعني كميه بقى حاجات تتعلمها لما تيجي تنفذ الحاجه. كنت داخل بالمايند سيت ده انا معرفش انا هجرب انا هشوف، وايا كانت الخسائر طول ما انا عارف انا عملت ده ليه او انا خسرت دي ليه او انا دي غلطت فيها ليه فانا تمام انا مكمل ومش هوقف. فابتدينا فعلا كان في مشاكل في برودكشن في الاول، في اذا كان في البرايسنج في الاسعار وايه ده طب دي ازاي ودي ماتيريال ايه ودي هتتقفل منين
وحاجات انا بنسى اقول عليها فالاقيها اتعملت بشكل معين وهكذا. فكان طبعا تجربة اتعلمت منها كتير قوي، بس طلع اخيرا اول كولكشن وبقى موجود. وبعد كده بصيت طيب ده انا محتاج بقى اظبط البيزنس، ما هو الموضوع هيبقى في الاخر لو انت عايز تبريزنت وعايز براند وعايز تعامل وعايز يبقى في الناس شايفاك بطريقة معينة، في حاجات كتير قوي في البيزنس يو نيد تو ورك اون. اولهم البيزنس موديل، والبيزنس موديل ده عالم وبحر عشان انت تعرف ازاي تكتبه وازاي ترسمه وازاي تحط الحاجه اللي فيه مظبوط. بعدين في حسابات وفي فاينانشلز، طب الفلوس اللي داخله هتصرف على ايه وازاي ومنين، طيب الشركه هتتسجل هيبقى الضرايب بقى. بص يعني كميه حاجات غير الديزاين لقيتها انكلود قوي، فقلت طيب لا، طب يبقى انا كده اي نيد تو هاف سمون تو هيلب مي اوت، مش هينفع. ف يعني كان اول توجه ليا كان ل تو دير فريندز اوف ماين، احمد ياسر اند سيف خالد. احمد ياسر تخصص فاينانشلز وارقام رهيب، بيسيبش فتفوته وبيحب جدا الارقام والاكسل، فدي بالنسبه لي كانت اللي هو اوف انت يعني ماي سيفير. وما كانش عنده مانع وكان مستعد جدا وكان موافق وكان on the same page as myself. فهي joined taking the responsibility for the financials. بعدين سيف who works دلوقتي in account management and business development في روبوستا، دي طبعا edge رهيب. He knows how to talk to people. He knows ازاي يعمل الكونكشن وازاي يفهم الناس وازاي يوري يتكلم على الحاجة وهكذا. he had this edge big time. فروحت وكلمت معاه وكان برضو موافق جدا، وكان شايف انا كان بالنسبة لي اهم حاجة ان هم شايفوا products، يعني هم after all at the end of the day كانوا بيتكلموا على اللي هو okay we see something different in these products على الماركت، فاحنا interested يلا بينا نعمل الحوار ده. فده كان البداية. فقعدنا ظبطنا كده البيس على قد ما نقدر طبعا، وعملنا لانش لنورديكا في فبراير اللي فات. طبعا يعني nobody would have known ان اللي بيحصل دلوقتي ده هيبقى حاصل، لو كان حد عارف كانت الدنيا تبقى مختلفة. بس الحمد لله we launched وابتدينا الموضوع وابتدينا نحطه اونلاين وابتدينا ننزل في البرودكتس واحدة واحدة، ولقينا فيدباك حلو قوي من الناس. لقينا ناس كتير قوي بتسأل على حاجات، لقينا الناس interested وفي ناس بتبعت لنا تقول لنا ان الحاجة عجباها جدا وان هما they have their favorites وقد ايه الحاجة دي مش موجودة او ما شافوهاش قبل كده او دي جديدة او الوانها حلوة او فده كان بالنسبة لنا push حلو جدا بالنسبة للوقت اللي احنا فيه، بالذات انه due to the current circumstances احنا we're working on branding big time، ان احنا نبراند ونوصل الناس او نخلي الناس aware of our brand او our tone of voice. استغلينا الفترة دي لان طبعا السيلز are يعني بتعاني شوية في الفترة دي، فقلنا طيب خلاص تعالى نركز على البراندنج وان احنا نوصل للناس اللي احنا حاسينه او اللي احنا شايفين ان a brand like this one should look like. احنا المفروض ان احنا نوري حاجتنا ازاي، واحنا المفروض الناس لما هتجيلنا متوقع ايه، لان الموضوع مش بس في شكل البرودكت، الموضوع بتلاقي ان هو بينكلود حاجات كتير قوي. ناس كتير بتسال على الكاستمايزيشن، ناس كتير بتسال على الوان القماش، ناس كتير بتسال على الحاجه دي بتوصل امتى، بترجع ازاي، ممكن احطها فين، tips and advices، حاجات كتير قوي بنلاقيها بقى الناس بتسالها. فاحنا بنبتدي على طول نشتغل على انه اوكي وي هاف ذا رولز فور ذس، او عندنا دي بنعملها ازاي، هنرد على الناس في الحته دي ازاي. ف ات واز يعني اوردو اتس ا فيري شورت جورني لغايه دلوقتي، بنتكلم من شهر 2 لغايه دلوقتي ده 3 شهور، يمكن 3 شهور الا كمان. بس اتعلمنا فيها كتير قوي، شفنا فيها حاجات كتير، شفنا الناس بتبرسيف الموضوع ازاي وبتتكلم معانا على الموضوع ازاي، شفنا نورديكا ممكن توصل فين، ممكن ايه الاوبورتونيتيز اللي احنا ممكن نستغلها، مش بس اوبورتونيتيز زي ان احنا البرودكتس ممكن نعملها، لا ايه السيرفيسز الثانيه اللي احنا كمان ممكن نقدمها. فابتدينا ان احنا مثلا بنجرب ان احنا طيب تعالوا نعمل كاستم ديزاينز فروم سكراتش، لان ده مثلا بارت بالنسبه لنا
مهم جدا انه it lets out all بقى the creativity. لما يبقى فيه كده بريف معين من حد بيتكلم على ان هو عنده مشكلة في حتة وعايز ديزاين a piece على اساس المشكلة دي, فده كان بالنسبة ده بالنسبة لنا is one of the best scenarios. فactually شغالين في project دلوقتي that we make sure to share it with you guys once it's done. We love الحتة دي, we love حتة ان يبقى الموضوع في حاجة custom design, اذا كان بقى الاوفيس, اذا كان الريستورنت, اذا كان للبيت, there is something specific that you're looking for, عجبكو الستايل and you want to furnish a living room او you want to furnish a whole flat او you want to furnish a whole villa او ايا كان, this is where we like to get in بقى the most. يعني دي الحتة اللي احنا بنلعب فيها قوي, بننطلق بقى مع our clients, بتدي نجرب بقى حاجات كتير. بس ف moving on يعني to Nordica itself. Nordica is a name of a female girl, that means the girl coming from the north. طبعا كان موضوع الاسم في الاول مشكله, زي اي حد بيختار اي اسم لاي بزنس جديد يبتدي يبقى كده مقلق ومش عارف طب انا اسميه ايه, ويلاقي بقى بيطلع 200 اسم مش عارف يختار منهم. بس وقعدنا في الفتره دي شويه عدينا فيها يعني, بس اول لما وصلنا لنورديكا كانت it made perfect sense, لانه احنا فعلا الموضوع عندنا هنا مش بس يعني Scandinavian is not a style, يعني مش style furniture, Scandinavian is a whole mood أو a whole let's say كده a way of thinking. I'll tell you كده كمان شوية about كم كتاب that would give you كده an idea of what is Nordic or what is Scandinavian. بس وكنا خلينا our main compass في ال designs هو a concept called hygge. Okay, hygge بتكتب hygge. Hygge is هي كلمة دينش ملهاش تعريف بالإنجليش أو بالعربي, بس هي all in all it means togetherness and coziness and good times and good friends and good food. الإحساس ده بتاع إنك تبقى satisfied أو content, this is what hygge means. فإحنا خلينا ده our compass for our designs, إن إحنا ده our designs دايما تبقى مش بس شكلها حلو أو catchy, هي محتاجة تكون بتفلفل حتة inside the people who own it. إن أنت لما بتبص عليها مش بس بتعجبك, هي بتحسسك بالدفء أو من simplicity بتاعتها بتحسسك بقد إيه الموضوع عامة في المكان اللي أنت فيه بسيط. إزاي الموضوع ممكن يكون الخشب مثلا اللي فيه بألوانه اللي شكلها طبيعي شوية ممكن تديك a very very subtle sense of nature كده, إن أنت you get in touch فعلا معاها, مبقاش الموضوع كله مثلا متنجد أو الموضوع كله معمول من حديد أو حاجة اندستريال. حقولنا إن إحنا نبتدي على الأقل يعني at the very least at the beginning إن إحنا الموضوع يكون as Scandinavian as it gets, ان الموضوع يكون واصل لحتة انه الديزاينز الناس بتستوعبها وبتفهمها وبتحس ان هي مختلفة او بتحس ان هي فيها حاجة that makes it easy to look at او aesthetic مريح. بس فانا ممكن كده اخدكو تور سريع بسيط into the product themselves. I'll give you كده brief عنهم برضو سريع and then كده we move on to Q&A's. ف عارف كده نشوف our products. Okay, فاحنا هنا starting with بيتا. احنا يعني we took كده حاجة ان احنا we'll always give our products names Scandinavian names عشان تبقى الموضوع كمان makes you feel the connection مع ال piece, إن هي it's something that joins your family, it joins your space or joins your home, مش مجرد a product that you bought. بس فعندنا هنا أول واحدة which is Brita is our side table.
زي ما انتم شايفين احنا مستغلينها اسوأ استغلال، حاطين عليها كل حاجة مليانة على الاخر تقريبا. بريتا is the younger sibling of Alida. Alida is our coffee table. Alida is a huge coffee table to say. يعني لما حد يجي يشوفها على الحقيقة هيفهم الموضوع اكتر شوية، فهم قد ايه هي كبيرة. بس it has our signature for our first collection with which is ال engravings دي او الدوائر دي that we have that come from the logo that you يعني ممكن تشوفه في نورديكا في فوق الاو كده a point that gives كده a sense of a human figure ف which helped our concept برضو still. ف we have هنا أليدا which is the bigger sibling هنا. وبعدين عندنا كارا. كارا is till now our star. We believe in طبعا is due to its striking color او الاختيار الالوان مع بعض خلى الناس تشد لها اكتر حاجه. بس still هو بيوفر an armchair that is simpler. في العادي armchairs are very bulky و are very closed، فبتدي كده احساس بان انا مش شايف او ان انا it obstructs النظر او المكان اللي انا واقف فيه. فحاولنا ان احنا نخلي كارا ايري شويه ان هي تبقى as simple as possible، فيها the essential parts to have you sit in a comfortable chair a lounge chair slash armchair. و by the way this pillow هنا عليها the symbol from our logo which was made by my mom as كده present for our start. One of our very lovely pieces يعني. وhelping out الفكرة بتاعتنا you see ازاي our back حتى الظهر مفتوح خالص مش مسنود على الظهر to give برضو حتى a sense of going through things ان الموضوع مش مقفول من اي حتة. You'll see it هنا كده واحنا متعلق هنا من ورا زي الظهر طاير. ويعني في الاول خالص كان اسم الكرسي is fly back chair، وبعدين طبعا لما دخلنا موضوع الاسامي الموضوع اختلف. فدي كده كارة. وبعدين هنا في الشارت بتاعت الكولكشن اللي جاي يعني hopefully الموضوع يحصل very soon. Our next collection will be big برضو إن شاء الله be different still بس ده هيبقى موضوع تاني. And then there is Olaf. هنا في Olaf which is our cabinet. أنا بالنسبة لي Olaf is one of my favorite pieces صراحة due to how versatile it is، due to هو ممكن يعمل قد إيه، due to how small and yet big it is. Due to طبعا the color كان موضوع قرار كبير شوية ان احنا نروح مع اللون الاخضر ده. بس احنا حسينا اللون الاخضر مش بس بيساعد الكونسبت او it gives the vibe that we're looking for، اللون الاخضر كمان is striking او مش striking it's new it's different. بس ف this is Olaf. And then moving on to Tora. Tora هنا is our stool وده اللي أنا كنت قاعد بكلمكم من عليه. Tora is a stool slash poof. يعني الموضوع هنا كان فكرته في ان احنا طيب احنا دايما في كده بنحتاج في البيت a piece زيادة for seating لما الناس تبقى كتير، بس دايما الستول بتبقى شايف الناس وهي قاعد عليه قد ايه مش مرتاحة وقد ايه بعد ربع ساعة تلت ساعة بيحس انه محتاج يقوم محتاج يبدل مع حد. فقلنا طيب why not make a stool that is actually comfy. Stools that are comfy are poofs. بس احنا قلنا طيب احنا عايزين حاجة ما بين الاتنين عشان مش بس يبقى فيه الاحساس بتاع الايرينس ده او ان الموضوع خفيف and simple and straight وواضح وبسيط و ويعني ليه علاقة كده ب how things are coming from nature شوية زي نبين الخشب اللي فيه. ف we came up with this idea ان احنا طيب تعالى نكبر الستول جدا، تعالى نكبره كده ان هو ياخد حجم البوف يعني دي 60 سنتيمتر across
the diameter, وبعدين نعمل له التنجيد من فوق اللي هيدينا الاوبشن او يدينا الحته ان احنا اوكي نقدر نحس ان الموضوع مريح او ممكن نقعد عليه لفترات طويله. يعني انا شخصيا حتى بقعد عليه لفترات طويله, يعني بقعد اشتغل عليه يعني كل شغلي بقعد على المكتب على تورا بس. وبعدين في فرنس, بس يعني الكي فرنس ان انتوا تشوفوه احسن على ال اور انستغرام بيج. بصراحه يعني كنوع من ان الناس تخش تشوف الحاجه, تشوف البرزنتيشن بتاعنا عامل ازاي, تشوف الموضوع عامل ازاي, لان فرنس از تي في يونت مش صغيره, وهي واخده الدي ان اي بتاع اولاف. ف اي ويل ليف ذس فور يو جايز تو تشيك اون اور انستغرام اكاونت نورديكا فرنشت, واحنا موجودين على فيسبوك برضو as well Nordica Furnished. You can check them out. We'd love to hear from you كده كده, whichever the feedback was, الحاجات عجباك ولا مش عجباك, you like the green, you don't like it. مش بس بنحب نسمع from customers or clients, عايزين نسمع from designers, عايزين نسمع من ناس who are interested بشكل أو بآخر. وماشي okay, how do you come up with the names? اوكي الصراحه الموضوع كان بسيط شويه. يعني انا دخلت على جوجل و اي سيرشت سكاندينيفيان نيمز, يعني انا فعلا كتبت كده, انا كتبت سكاندينيفيان نيمز وطلع لي, لقيت ان في ويب سايتس عامله ليستس بسكاندينيفيان نيمز. كان بس ال سمول تريك هو ان احنا نختار اسامي ذات ماشيه على البرودكت شويه او هتدي شويه احساس للبرودكت. فيعني احنا يعني انا كان قدامي ليست فيها 250 اسم, ويعني وصلنا كده لهذه الاسامي ذات وي فيلت اوكي دي ورك. وخلينا كده شويه اسامي على جنب للكولكشنز اللي جايه, هيبقى على حسب بقى الكولكشن الثيم بتاعه هيبقى ايه, هياخد بقى ذا نيم. بس الحوار ده حوار ذا نيمز از ا فيري كور ثينج اوف اور براند, هيفضل موجود اكروس ذا بورد يعني. بس now we can I think it's a good time to take questions. If anyone has any أو عايز عنده أي أسئلة عن الموضوع, you can go ahead. I can help you out with that. إيه تاني؟ ف until someone طيب why Scandinavian بيزو ماشي why Scandinavian طيب Scandinavian. الفكرة في سكندنافين, سكندنافين مش الديزاين بتاعه قايم على the human. سكندنافين الأساس بتاعه في how it tackles problems أو solutions, في إنه إزاي أخليها مش بس aesthetically beautiful, إزاي كمان أخليها very functional, إزاي أبقى very keen الفانكشن توصل, وإزاي إنه الحاجة دي هتفت inside different places. مش هقول المودولر ديزاين بس اكتر ان هو تقدر انت تستخدمه بكذا شكل او بكذا طريقه, which we see طبعا يعني done perfectly at IKEA, very they are experts في الحته دي. بس due to انه Scandinavians, Scandinavian دي اللي هي او يعني for who don't know Scandinavia is a group of 5 countries which are Denmark, Sweden, Finland, Iceland and مين؟ دنمارك؟ في حد خامس اوف ازاي نسيته؟ اكيد ستريس ماشي. المهم انه this part of the world كان زمان بي 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 بيسكنها ال we call now the Vikings. فالفايكنجز due to the harsh conditions that they lived at yes Norway thank you Manor. ف due to the harsh conditions كان دايما الديزاينز بتاعتهم او الحاجات اللي هم بيعملوها مركزة قوي على ان هي تنفعهم as much as possible. وفي نفس الوقت due to ان هم كان الموضوع دايما نومادك, عندهم كانوا بيتحركوا كتير وبيسافروا كتير, فكان دايما الحاجة محتاجة تستحمل ومحتاجة تفكرهم بالبيت, محتاجة تفكرهم بمكان اللي هم جم منه. ف this is the basic يعني idea of Scandinavian.
عندنا ايه تاني؟ What's my favorite piece؟ favorite piece طبعا دي حاجة زي كده بقول أنا واحد من عيالي، بس يعني I'd say الصراحة يعني أنا بحب أليدا جدا from day one our coffee table. بحس كده إن هي فيها حتة very extra that shows very well aesthetically. وبحس إن حجمها الدايمنشنز بتاعتها بتفيد في حتت كتير قوي. فا I can say أليدا، بس طبعا يعني it's a very hard decision كده كده يعني. Customizing other colors it will always depend. Other colors of wood is a little bit tricky. يعني إحنا we're planning on launching different colors of wood عشان الموضوع يبقى في كذا تيست. بس the easiest thing are طبعا الأبولستري أو القماش، ده هيبقى أسهل حاجة. Are the names reflected in the form of the piece? Any relationship? بص هقول لك على حاجة فرح. هو الموضوع مش direct relation، هو الموضوع أكتر إحساس that we believe إن هو موجود. زي مثلا لو let's say يعني كارا calling it Kara، we find كده إن في names that are easier to say. These names would go with the easier products. الحاجات المعقدة شوية هتاخد اسم معقد سن، يعني ملهاش رول الصراحة، بس هي at the moment we working at it كده، اللي هو احنا بنحس ان this works with which name. بس مع الوقت لما نجرب النيمز ونشوف الموضوع هيحصل ازاي، I'm pretty sure ان احنا هيبقى عندنا a relationship that we work with ان احنا نوصل الموضوع ده. Is there a showroom؟ اوكي، سؤال لذيذ جدا. احنا we're tackling things في الحتة دي مختلف شوية. احنا our showroom is a secret showroom. Secret showroom means ان الموضوع appointments. Actually our secret showroom هو المكان اللي انا قاعد فيه دلوقتي حالا. It's located at معادي. فده هيبقى احنا we offer if you can send us we'll offer appointments. الناس تيجي تشوف الحاجة، نقعد ندسكس ونشوف الحاجة بتحصل ازاي، ممكن نعمل ايه مع بعض وهكذا. You can reach us at any point you can reserve an appointment. Can you take us through your process from idea to implementation? دارة. ماشي، ده سؤال تقيل. Okay, through the process. I'll try to be brief. حاول ان انا اكون كده برضو ايه ما اطولش في الموضوع، لان انا ممكن اقعد اتكلم في الموضوع ده 3 ايام عادي. بس the process starts دايما at ان يبقى معايا mind map. انا دلوقتي عندي objective، لازم اي حاجة بعملها يبقى عندي ليها objective. Why am I doing this؟ فلو انا دلوقتي داخل على collection جديد، طيب انت هتخش على collection جديد ده امتى؟ طيب انا collection جديد ده مثلا عندي في الصيف، هينزل في شهر 6 due to business reasons. حلو قوي، اوكي. طيب تعالى نمسك الصيف، تعالى نعمل mind map of summer. What does summer mean؟ and mind map كبيرة which is was the chart you guys saw. chart كبيرة كده، فرخ حلو كده، مليان كتابة كله من أوله لآخره، بيتكلم بقى عن سمر وعن البرودكتس اللي في السمر وعن الإحساس بتاع السمر والناس بتسافر فين وبتعمل إيه ومين اللي مهتم ومين اللي بيحبوش ومين اللي بيحبه وإزاي بيحبوا فيه إيه، بيديك أحساس إيه، ألوان إيه، كل حاجة. ممكن هي mind map، you are mapping your mind on a piece of paper. ده أول جزء. بناخد ده ونبتدي نتست كده مع الناس، نبتدي نشوف الكيوردز اللي احنا شايفينها makes perfect sense مع سمر، بعدين نبتدي نتكلم مع الناس. انت ايه رأيك في السمر؟ طب لو قلت لك كذا، طب لو قلت لك الكيورد دي هتفكر في ايه؟ نبتدي نسيرفي الموضوع شوية، بناخد من كل ده وبعدين نبتدي بقى نقعد نشوف طيب ايه المين انسبيريشن بتاعنا. احنا وصلنا في الاخر انه بعد ده الكولكشن ده قايم على ايه؟ قايم على ايه معناها ان انا محتاج to show you a piece واقول لك مش اسمها as in Kara، اقول لك what this is inspired from كذا. You need to see it من غير بشرح اي حاجة تانية، من غير ما اوريك ازاي I implemented this into the product. You need to ان انا اول لما اقول لك ده inspired from كذا you see it على طول. اوكي حسيت الموضوع. مش لازم تشاور تقول بص انا فهمتها من كذا، مش لازم اوصل لدي. اللي انا عايز اوصل له ان الاحساس نفسه يوصل اوكي I feel like this is فعلا
inspired from a car. انا شايف عربيه في الحوار معايا شكلها مش عربيه خالص. فبنحدد المين انسبيريشن وبعدين على اساسه بيستارت سكتشنج طبعا بقى اللي هو بالعبيط افكار وناس واصحابي بقى ومين ورايكم وبتاع ونخش في الموضوع كله ماركت فيه ايه وازاي وعلى اساسه بنقرر اللي هيحصل وبعدين نخش بقى برودكشن which is قصه تانية خالص. What inspires my design process. الديزاين بروسس هي انسبيرد زي ما كنت بتكلم على حوار الاسكندنافيان او الهوجا which is a good idea ان احنا to show you this book now. This is the book وقعت تحت ايدي وانا بدور وانا بعمل ريسيرش which is the little book of هوجا. This is written by حد اسمه مايك ويكينج. ذا از ذا سي اي او اوف ذا هابينس ريسيرش انستيتيوت. ففي انستيتيوت بتريسيرش هابينس وده السي او بتاعها كتب كتاب عن هوجا لان هو هيز دانيش و هي بيليفز ان ذس از وان اوف ذا فيري امبورتنت بيلرز اوف هابينس عامه از هوجا. فده بيشرح حاجات كتير قوي, بيشرح حاجات منها الموضوع ايه الحاجات اللي بتاثر قوي, ايه الحاجات اللي في الكالتشر, ايه الحاجات الديزاينز اللي انسبايرد منه, كان مين عمل ايه. اتس ا فيري فيري نايس بوك اند اتس ان ايزي سمبل وان. I recommend you read it عامة لأن it gives tips on happy living بغض النظر حتى عن design أو product design عامة, which is why the candles, لأن candles is a big part of هوجا. And you'll know لو كده دخلت وبصيتوا على الموضوع you'll get it على طول. بيحط ويقطع, عنده his keywords and terminology في الحاجات اللي هو بيتعامل بيها, ولو لقى حد قدامه مش بيكلمه نفس اللغة مش هيفهمه فبالتالي مش هتوصل لحاجه. ف I decided انه اوكي لما هروح اتعامل مع حد هيبقى my main objective مش بس ان احنا نطلع الحاجه, هيبقى my main objective ان انا اتعلم منه ايا كان هو مين, نجار, صاحب مصنع, حد في مصنع, رئيس عمال, قسطى, ايا كان هتعلم منه, هيعلمني دي ليه بنعملها كده ودي ليه بنعملها كده ودي اسمها ايه ودي عامله ازاي. ف this is how I got to انه ابقى فاهم سنة execution. يعني انا بس هقول ايه, انا ما بقتش يعني خطير خالص خالص, انا بعيد عن الموضوع ده لسه, انا بحاول اتعلم برضو. We did this collection وعندنا كده شوية prototypes around the place لحاجات مختلفة والوان مختلفة وخشب مختلف ومقاسات مختلفة وحاجات جربناها مع كذا حد عشان نوصل لمعانا ده. بس this was the way to do it, يعني ان احنا بس ايه to make sure ان احنا we're talking the same language. What triggered me to start my own brand. ماشي, احنا كنا قلنا على الحوار ده من شوية, بس it was mainly the market gap of ان انا حابب Scandinavian design, انا حابب ال Nordic style ده, وحاولت ان انا اعمل مكان هنا بالموضوع, استوديو هنا اعمل له بالستايل ده, بس ما لقيتش حد في ماركت خالص بيعمل الحاجة دي او go to shop. فقررت ان انا اوكي let's start this let's make this looks like there is a gap. واللي كان حمسني في الاول خالص is the diploma I did with Mr. Hisham al Aisawi. Would you suggest buying a piece or maybe two together for the look and feel of the room? I'd say the look and feel of the room او space عامة is a very complicated mix. It depends بشكل كبير قوي على اللي قاعد فيها, على الobjective بتاعه, هو بيدور على ايه, هو عايز ايه, هو مهتم قد ايه, الموضوع بتفرق قوي. We made sure ان our pieces go together, have the same DNA and have the same look كده feel into it, عشان يبقى الموضوع سهل to buy several pieces. فاحنا عندنا مثلا when you go see France the TV unit هتلاقوا عندها نفس DNA بتاعت أولاف, وهنلاقي كارا عندها very close DNA to تورا, وهنلاقي عندنا اليدا has a very close DNA to بريتا. ف going together is always a good idea, بس في الاخر it depends totally على الشخص اللي بيعمل الموضوع بيعمله ليه وازاي. What advice do you give to those who are still studying design, film and art? Okay, so my main advice would be, يعني مع اني انا مش شخص مؤهل كفاية ان انا ادي advice الصراحة, يعني انا لسه ببتدي ولسه بتعلم حاجة كتير ولسه there is a lot to explore. بس if I would say something it would be objective. انا بالنسبة لي having an objective to whatever you're doing in life is should be your main driver. انا ليه بعمل ده,
انا بعمل ده عشان السبب الفلاني. خلاص يبقى انت ماشي كويس. لو انت في لحظه حسيت انت مش عارف انت ليه بتعمل ده, you lost the vision of why are you here or why are you doing this, this is when things start tangling up وتبتدي الدنيا تبقى مشكله. If you ever felt ان you don't have the objective, stop and look for it. Look for why and يعني ازاي انا ممكن اوصل ان انا يبقى عارف كويس انا عندي جول, انا رايح هناك, هروح ازاي, هروح استكشف, مفيش مشكله, خبط بقى يمين شمال, احود قوي وابعد وارجع تاني, مش مشكله, بس انا خلاص انا عارف ان I'm doing this for the sake of this goal. فانا بالنسبه لي ده my main advice would be have an objective and stick to it, make sure ان you know where you're going. بس are they all handmade? Okay, handmade for furniture is a little bit of a different story. لأنه one way or another all furniture is handmade. يعني في بيبقى في عامل وقف وقطع الحتة دي وركب الحتة دي ولزق الحتة دي بمساعدة الماشينز, فهو بيقف يقطعها على ماشين بس في حاجات كتير قوي بيجي يركبها او يجلوت او يزبطها بتبقى بإيده. في furniture handmade goes a little bit further عن العادي. handmade في furniture هتبقى البيس رهيبة لانه حتى هو هيقطعها بإيده ومش هيقطعها على مكنة, which is something people don't usually do. الا artists, يعني لو في artist بيعمل a piece ساعتها ممكن نتكلم, بس غير كده they all go through the same process. يعني what are things to take care of when working with workshops for the first time? ده سؤال لذيذ. From Rebel, our very very dear friends, brand friends. أهم حاجة أي حد وصو يعني after all بعد كل التجارب, أهم حاجة أول لما تروح لحد ورشة هتعمل لك حاجة أو حد, make sure لو أنت مش هتقدر تبقى واقف جنب البروسيس من اولها لاخرها, مش هزار يعني كان من اولها لاخرها, لو ده مش هيحصل then make sure to let them know each and every detail of your product هيبقى عامل ازاي. يعني مثلا دلوقتي عندي كرسي ليه ظهر, طيب حلو قوي, الظهر ده انا عامله هو ظهر الكرسي, حلو, تعالوا ممكن نعمل كده حاجه سريعه. فلو انا عندي هنا ظهر الكرسي ده, اوكي, انا خلاص انا رسمه ان عندي هنا الظهر وعندي هنا this piece اللي طاير عليها الظهر. طيب البيس دي هتتركب في الظهر ده ازاي؟ ده سؤال مهم. انا ما كنتش جاوبت على السؤال ده في الديزاين, فاللي حصل ان هم قرروا ده ان هم هيثبتوها كده, اوكي. فانا مش بقول ان ده وحش, I liked it very much وحسيت ان هو simple and easy and does the job very well, بس في الاخر دي حاجه اتقررت لي مش انا اللي قررتها. فان اوردر تو ميك شور ان مفيش حاجه هتتفاجئ بيها, ميك شور ان افري سنجل بيت اوف يور ديزاين از درون, انت عارفها وعارف كويس هيتعاملها ازاي وهتركب فيه ازاي, وروح قول له هيتركب كده عشان ما تتفاجئش باي حاجه. فدي اهم حاجه لو هتتعامل مع اي ورشه. Are you open to collaborate with other designers? انا يعني انا ممكن يكون السبب الرئيسي ان انا يعني درايفر رئيسي في الحوار هو ان انا جت ان تاتش مع other designers, هو ان انا اعرف other designers واشوفهم واتكلم معاهم وازاي ممكن نشتغل مع بعض ونطلع حاجه جديده. حتى something we'd love, اي حد who has any idea regarding interiors, homes and furniture, let's do this حالا. يعني بعتولي حالا, انا كريم هشام on كريم دبل اي هشام بالاي on انستغرام او on Nordica Furnished على انستغرام, send me and let's do this now. Okay, would you collaborate with interior designers to create customized pieces in your collections? ده 100% for sure مروة. ده اكيد يعني ده حاجة احنا نحبها جدا, حاجة احنا حاسين هيبقى فيها two way كده collaboration, هيبقى مش بس ان احنا بنعمل حاجة لحد, هيبقى الحد ده كمان فاهم وعارف الشغل, فعارف هو كمان يحط الانبوت بتاعه, فهيبقى فيه التشالنج بتاع ازاي نطلع حاجه ذات جوز مع اور كور وفي نفس الوقت تدليفر اون وات ذا انتيرير ديزاينر نيدز, او هو حاسس ان البيس دي ممكن تطلع ازاي او تفيت ازاي ان ذس هوم.
احنا يعني عندنا كمية مود بوردز وكمية حاجات نفسنا نعملها وكمية أشكال وألوان و pieces that are abstract و pieces that are weird و pieces that are colorful that we have in our drawers ومستنيين the opportunity ان احنا نعمل كده ده 100% يعني. Okay. Would you illustrate your own textiles? اوكي طيب illustrating our own textiles ده بالنسبه لي حاجه رهيبه I'm sure ان احنا هنعملها في يوم من الايام انا ده حاجه انا متاكد منها ان هي هتبقى موجوده في يوم من الايام لان احنا بنشوف برضو انه في حاجات كتير في الانتيريرز that we are lacking on وهي مني الفرايتي يعني انا مش هتكلم على اي ستايلز او حاجه بس الفرايتي مش كبيره انا لما بخش محلات الانتيريرز بشوف نفس الحاجة في نفس كل حتة حتى لو هي مختلفة if you know what I mean. يعني من القليلين مثلا المختلفين في القماش مثلا هم إنكا القليلين اللي عندهم حاجة مش عارف ليه عند حد تاني بس غير كده they're more or less the same ف يعني الفرايتي القليلة هي اللي بس بتعمل المشكلة دي فاحنا we want to طبعا explore الحتة دي لان هي هتساعدنا جدا في our designs وهتوري الموضوع بشكل كبير بس ونعرف نقاد الفرايتي دي اللي هتخلي البيوت عامه ليها شكل مختلف لان you now see البيوت كلها لونها زي واحد وكلر باليت واحد والاشكال واحده ف we want to help ان احنا الناس تعرف توصل وتكسبرس what they really are او الكاركتر بتاعهم into their own space ماشي do you have a website yet we have a website ready في الدرج هي launch very 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 soon I'm sure whoever is following us will know and make sure you guys know when we launch the website very 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 soon inshallah what is one thing you learned since you started Nordica that you'd like to share one thing I really learned هو موضوع انه اي حاجة is doable actually if you have a plan and you have an objective انا عارف ان في ناس كتير بتواجه مشاكل زي فلوس وحاجات ارخم شويه من انه يلا بينا نعملها ويلا بينا ده هتبقى حلو او كده بس في الاخر there is one way or another to do it you يعني make believe ان في طريقه وبعدين تعال نشوف هي ايه يعني هنلاقيها ممكن تكون رخمه مستخبيه ممكن تكون مش باينه ممكن تكون بس هي ليها طريقه whatever you want to do ايا كانت الفكره غريبه او مختلفه ما بليز دونت سي ان السوق عامل كده او الناس بتحب كده او الناس عايزه كده لو السوق عامل كده والناس تحب كده الناس عايزه كده ما كانش حد عمل حاجه جديده كان كله هيعمل نفس الحاجه اللي الناس عايزاها اللي بتشتريها ف people don't know what they want until they see it ف do what you think is different او fills a gap او is a solution to a problem وهيبقى ليها طريقه to implement it and make it a business and make it work actually and be a big brand يعني am I the only designer in the team حاليا I am the only designer in the team انا I had the design department اللي هو انا بس ف يعني دلوقتي our collections are limited بنحاول نخلي الموضوع كده عشان يبقى the time spent ان احنا نطلع ببيس او نديزاين ابيس از نوت مش قليل خالص ف يعني ما بنحاول ان احنا او يعني احنا وركين ان احنا مش هنجيب ديزاين من حته كده كده ده مش هيحصل فاحنا وي ديزاين اور اون بيسز فروم سكراتش ف ات تيكس ا لوت اوف تايم اند ا لوت اوف انفستمنت فالبيسز ار ليميتد ان كوانتيتي از يو سي فعشان كده الضغط حاليا طبعا از وير ستارتنج لسه والطلب لسه مش فظيع لسه عندنا افكار كتير عايزين نعملها ولسه في حاجات كتير عايزه تستابلش وتستابلش براند وتستابلش احنا بنفكر ازاي ونوصل ان احنا نعمل مع انتيريور ديزاينرز بروجكتس وحاجات كده ساعتها هنبقى بنكبر التيم بس كده كده وي ويلكم اي حد هو وانس تو ليرن يعني وانس تو ليرن وذ اس مش فروم اس احنا يعني انا مش بحبش اقول عليها انترنشيب It's very technical. أنا بالنسبة لي الشخص اللي هو عايز يتعلم الموضوع عايز included في البروسيس عايز يجرب عايز يشوف حاجة هو رسمها موجودة على الحقيقة عايز يشوف الحاجة دي بتتعمل ازاي عشان في يوم من الأيام بفكر أعمل حاجة زيها You're welcome to join us. You're welcome to إن احنا نفجر out ازاي ممكن نعمل كده مع بعض إذا كان في شكل collaboration أو في شكل internship
were available for that. Has your experience in the film scene feed into your work at Nordica? Has it benefited you in any way? يعني أنا I'd say صراحة إنه in one of the edges of Nordica هو فكرة إن في حد في التيم which was me إنه أنا بس أبقى included في الفيلم سين أو الأدفرتايزنج أو الميديا سين عامة, لأن الميديا سين مبني على presentation, مبني على إزاي أنا ممكن أخد الحاجة دي وأحطها في شكل معين أو أحطها في صورة معينة للناس إن هي تبين كل الكاركترستكس اللي فيها أو تبين كل الأسنس اللي فيها أو تبين بجد إزاي البراند بيفكر. فدي كانت ميزة كبيرة قوي, ادتني كونتاكتس لناس تعلمت منهم ازاي تصور الحاجة, ازاي تفهمها, ازاي توصلها للناس, ازاي تبني فكرة, ازاي تبراند حاجة, لان البراندنج مش بس شكل, مش بس لوجو, مش بس الوان. براندنج is a tone of voice, وهي طريقة بتتكلم مع الناس, و استاتيكس وفانكشن بتاع البراند بتاعك عامل ازاي, هل الناس متقبلاه, طب الناس متقبلاه عشان ايه, فتبتدي تبني عليه. ف branding is complicated as well, which is حاجه برضو انا اتعلمتها من الفيلد, وتعلمتها من ان انا اشوف ناس في شركات اذا كانوا كلاينتس بيفكروا في الماركتنج استراتيجي بتاعتهم ازاي. شفت احنا في اكسيوز ماي كونتنت ازاي بمسك الماركتنج استراتيجي دي واطلع منها فكره that reaches the most amount of people, او بتديليفر الايديا that I have I want people to listen to, ازاي احولها لشيء شايفه. دي حاجة بالنسبة لي اصلا كانت صعبة جدا, يعني لما حد بيتكلم على فكرة والفكرة دي عايز تحولها لشيء, دي كانت بالنسبة لي كانت تشالنج, كنت بشوفها من product wise همسكها في ايدي ممكن نعمل كده. تعلمت ده في الجامعة, بس ميديا كانت دايما تشالنجينج, يعني كان دايما قبل كده تصوير ودروب ستوديوز وحاجات كده كان بيبقى تبتصور قدامك, بس انك تطلع بفكرة وهتنزل تصورها وعايز الفكرة دي تأثر على الناس, this was a يعني something I've learned to excuse my content big time. ودي الحاجة اللي benefited قوي I think, يعني شكل Nordica and how it presents its products. يعني what's the most important thing you hope to achieve in each piece؟ سؤال حلو. أنا اللي بيهمني in each piece إن الموضوع يبقى جديد ويبقى مختلف, يبقى fresh, يبقى the eyes is not are not used to seeing it, but still it's a pleasure to your eyes, أو حاجة that is aesthetically pleasing. فدي كانت حاجة, دي حاجة بالنسبة لي مهمة أوي في أي product, وI hope in it shows in the next collection, and I have big hopes for the next one. We are very excited to share it. يعني إن شاء الله أول لما تبقى الموضوع جاهز ونعدي المشكلة اللي إحنا فيها. بس يعني yes, هو ده الموضوع, إن إحنا يبقى الموضوع مختلف and fresh, and gives a new perspective into homes أو spaces هنا في مصر بالذات. Okay, I think إحنا we're about to إن اللايف يقفل في وشنا. ف I'll thank you very much guys for watching this اصلا, يعني I'm more than honored, I'd like to thank Film My Design team ده اكيد for this nice opportunity and their beautiful way of pulling off things, والحاجات اللي هم عملوها ولسه هيعملوها. صراحة I'm one of your biggest fans, ف thank you very much guys for this opportunity, and till the next one, inshallah. Bye-bye.